الباب اول ما فتحت الباب لبدة قوية شيء شبقني لورا مثل كأنه حدا كمشني بشعره زقني لورا اولادي جوا عتلتهم الاولاد اتضرر الشباك قوت القعدة باب البلكون صار الدنيا شتاء بلش يفوت الشتاء على البيت والجرادين بعد الانفجار زارونا وفد من الأمم المتحدة وكشفوا على الأضرار. The minor repairs enabled by this project, funded by the International Islamic Charity Organization, is allowing families to feel safe and protected from the multiple crises ongoing in the country. UN Habitat was able to target the most vulnerable households in Nabaa through an in-depth and pre-existing knowledge based on neighborhood profiling of this vulnerable community. نشكر الأخوة والأخوات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جميعا سواء في مكتب الكويت أو مكتب لبنان ونجدد ترحيبنا بالتعاون معه متطلعين إلى الشراكة مستقبلا من خلال التنسيق الكثيف مع بلدية برج حمود الجمعيات المحلية والدولية والمنظمات الإنسانية وأكيد المجتمع المحلي قدرنا نحصل على لائحة للعيال أكثر تضررا من انفجار بيروت اللي هي تقريبا 100 عائلة من بعدها فتنا على كل بيت لنتحقق من الأضرار الناتجة عن الانفجار ولتعبئة الاستمارة كرمال نتأكد من الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة. So these projects have targeted level 1 minor repairs and level 2 rehabilitation. Housing damages in the Nabaa area. تم اختيار العائلات أكثر ضعفاً وتضرراً من انفجار واتفقنا معهم على الأشغال اللي لازم تنعمل كرمال إعادة تأهيل البيت. So the port explosion, what it did was to magnify those pre-existing conditions in the housing in the area, meaning that it was sometimes very difficult to choose a household that will have only damage related to the explosion. And sometimes you will find one household, one unit, next to the other that won't have any damage related to the port explosion, but still need of assistance. وعدوني وضلوا على وعده. ساعدوني كثير كان بالباب المدخل ولا باب الغرفة. رغم كل هالتحديات قدرنا نظبط بيوت 60 عائلة لبنانية و40 عائلة سورية وأكيد نحن بنطمح أن وصلنا تمويل زيادة حتى نقدر ندعم عيال أكثر. من بعدها السكان خلصوا ترميم البيوت ونحن غطينا التكلفة. بتشكره من كل قلبي لأنه حمولي أولادي وحمونا نحن. أنا بستكتر بخيرهم شو ما خدموني يكتر خيرهم. الله يحميهم.